الله يحرق قلبه. حروا قلبي عليك يا علي. الله يحرق قلبه. ما منك ده ما منك. الله يكسره كسروني داري يا علي. الله يكسره. لم يحرق الداعشيون قلب زوجة الرقيب الشهيد علي السيد وحسب، إنما لوعوا ابنته الوحيدة. ابنة بكت والدها الذي اعتاد أن يحملها على زنده وكتفه، وها هو تراه محمولا في نعش على أكتاف رفاقه في الجيش وأبناء بلدة فنيدق العكرية. كانت الدموع ترسم خطوطا على وجوه أبناء الشهيد، وكان الرصاص يرسم درب النعش إلى المثوى الأخير ليزف والد الشهيد ابنه شهيد لبنان كله. باسمي واسم عائلتي أنا، هذا ما بقى علي السيد، هذا علي لبنان بالحقيقة. وأنا بشكر وبشكر كثير كثير الشعب. أنا ما عدني أنا أبو، أنا عرس، أنا اليوم حزني سيد حزني. بشكر قيادة لبنان من ما بقى عدهم، إذا بدي عدهم بدي وقت. بشكرهم من بيروت لفنيدي، وهذا شهيد كل لبنان، ما هو شهيد بيت السيد ولا الفنيدي، شهيد كل لبنان. شكرا شكرا. وبعتذر اذا حصل غلط، انا بعتذر من اي واحد. لقد اخطأ الارهابيون القتلة حين ظنوا ان في اعتمادهم اساليب القتل الوحشية بحق جنودنا خلافا لتعاليم جميع الاديان السماوية ولشرعة حقوق الانسان وللضمير الإنساني الفطري، يستطيعون ترهيب الجيش واللبنانيين، لأن هذا السلوك الهمجي الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا قد زادنا عزما وإصرارا على محو هذه الظاهرة واقتلاع جذورها من أساسها. إرسال هذه الجرائم عن من أجل حماية هذا البلد والعيش موحدين حريصين على كل المؤسسات وكل الدولة. درب جثمان الشهيد كانت طويلة بعدما نزل الناس إلى الطرقات لاستقباله، من المستشفى العسكري في بيروت إلى نهر الكلب في القلمون والمحمرة، ليصل أخيرا إلى بلدته فنيدق. سئمنا منكم، سئمنا منك أيها الدولة، سئمنا منكم أيها المسؤولون. سيأتيكم اليوم الذي فيه تندمون. حمل الأهالي والأصدقاء الشهيد علي ليودع منزله للمرة الأخيرة، ليودع زوجته وابنته ووالدته، لكن ضغط الناس منعه من الاقتراب إلى المنزل كثيرا، فاحتفلوا بالشهيد عن بعد إذ لم تفلح نداءات الزوجة المفجوعة. كرمال علي لحدا يقوي كرمال.